والقرآن منزل غير مخلوق، ويستدل له بقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. ومعلوم أن القرآن من أمره عز وجل، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فدل على أن هناك تفاوتا وافتراقا بين الخلق والأمر، إذ لو كان القرآن مخلوقا لما ناسب أن يكون هناك عطف، والعطف في أصله يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. ولو دخل داخل فقال: ماذا تقولون في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، هل الروح من الله عز وجل؟ فالجواب عن هذا أن الروح مخلوقة، وعليها أدلة كثيرة تزيد على 100 دليل من أن الروح مخلوقة وأنها جسم لطيف. وقد تحدث عن هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. فيكون معنى هذه الآية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: أن الروح من مأمور ربي، يعني مما أمر الله عز وجل بأن يكون وأن يخلق. مثال ذلك حتى تقرب هذه المعلومة من الذهن: صفة الخلق ثابتة لله عز وجل، ومع ذلك قد يطلق على المخلوق خلق. قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله، فيه إضافة الكلمات إلى الله عز وجل. والإضافة إلى الله عز وجل إما أن تكون إضافة ذات أو إضافة معنى، فإذا كانت إضافة ذات فهي إضافة مخلوق إلى خالقه، كما قال تعالى: ناقة الله وسقياها، فالناقة ذات، كما قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، كما قال عليه الصلاة والسلام: فقولوا ورب الكعبة، وكما يقال: كعبة الله، بيت الله. هذه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. أما إذا كانت إضافة معنى فإنها صفة من صفاته جل وعلا، فهنا كلمات أضيفت إلى الله عز وجل، فتكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وهو الله عز وجل. وقد سبق الحديث عن هذا عند حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فأضيفت الروح إلى الله عز وجل، فأثبتنا أن الروح ليست من ذات الله عز وجل لأنها جرم جسم. وإذا قلنا إنها معنى، لا يلزم أن يكون كلمات الله عز وجل مما يتكلم به أن كلامه معنى. لا، كلام الله عز وجل يتكلم جل وعلا بكلام مسموع له صوت له معنى. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال: هو الحروف والمعاني، لا الحروف فقط ولا المعاني فقط، خلافا لمن زعم أن كلام الله نفساني